تتواصل منافسات الأسبوع الدولي البحري بمدينة المضيق تظاهر المنظمة من طرف نادي الملكي البحري تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد. بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية أمس الخميس الجولة الثانية من سباق الزوارق الشراعية انطلقت اليوم الجمعة بمشاركة جميع الفئات العمرية، ولكن الأطفال والشباب يلفتون الأنظار في صنف الأوبتيميست أو الفئات الصغرى. أنا مشاركة من فئة الأوبتيميست من أكادير، وأنا كنبغي نشكر بزاف المدرب ديالي سي زاكاز اللي هو علمني بزاف الحوايج في هذا السبور، وكنتمنى التشجيع لجميع المشاركين وإن شاء الله نتكلاس الأولى ولا الثانية علاش لا. أنا جد سعيدة اليوم بتواجدي هنا معكم. الجولات كانت ممتازة والتنظيم في المستوى. هناك منافسة قوية، سأقدم كل ما عندي من أجل الفوز في آخر المطاف. النتائج المؤقتة تعرف سيطرة مغربية خالصة بجميع الأصناف في انتظار اليوم الأخير من المنافسات. كاين في الريغات سنيم في السيزون العشرين ديالها، كاينين بزاف تاع الدول اللي مشاركة في هاد سميتو، من اسبانيا والامارات وشحال من دولة أخرى. كنتمناو تكون شي حاجة زوينة في النهار الأحد إن شاء الله حتى تكون ريزولتا. الأجواء جدا رائعة، البطولة فيها منافسة جدا قوية، وإن شاء الله متفائلين بالفوز إن شاء الله. المنظر حلو وأجواء البحر بعد حلوة، واللي هو بعد زين، وإن شاء الله يعني خير. اليوم الثالث من هذا الأسبوع الدولي سيعرف تنظيم سباق كأس العرش للزوارق العابرة للقارات بمشاركة فرق من داخل وخارج المملكة المغربية. المشاركون يستمتعون بأجواء تباري والعين على التتويج، وأيضا على المناظر الخلابة لساحل تامودا باي، جوهرة من جواهر البحر الأبيض المتوسط.